بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الطلبة، نكمل المحاضرات الخاصة بمادة الأوتوكاد الرسم الهندسي، وحضرنا صارت عندنا لوحة الرسم معروفة هي A4، وقسمنا الجريدات وصارت عندنا جاهزة للرسم. أول أمر اليوم راح ناخذه، أو مجموعة أشياء اليوم راح ناخذها، أهمها راح ناخذ اللاين، وراح ناخذ البولار، وراح ناخذ الأورثو، وراح ناخذ شيء اسمه سناب، وراح ناخذ شيء اسمه أور سناب. شنو هذني؟ اللاين طبعا معلوم انه واحده من ادوات الرسم، اما البقيه البولر والاورثو والسناب والاوسناب هن كلها مساعدات للرسم. اليوم راح نشوف اللاين شلون نرسمه بشكل سريع. احنا قلنا بان اي امر نريد ننفذه بالاوتوكاد ننفذه عن طريق خطوط او ثلاث طرق، اي واحده من عندهن ممكن. شوف المبتدئين دائما وين يروحون؟ يروحون قبل لللاين ويرسم. شوية أحسن من عندهم يروحون للقوائم لدرو ونختار منه اللاين. شوية اللي أرقى من عندهم يروحون إلى شريط المهام. إحنا أي واحدة من عندهم ماكو مشكلة، لو نأخذ اللاين كشريط بالمهام راح ننقر عليه، راح يسألنا أول سؤال في رسم الخط نقطة البداية وين تريدها؟ السلاع على التعيين، أنا رسم هذا الخط، هاي نقطة البداية. شوفوا سألنا السؤال الثاني شنو نقطة النهاية؟ هاي نقطة النهاية، أو هو يسميها next point. ليش next point؟ لأن هو مرة راح نرسم الخط راح يستمر برسم الخطوط اللاحقة. شوفوا الآن هذا الرسم ما قطع، يقول لي بعد عندك خط طيني next point، طيني next point، أوكي؟ فبالنتيجة هذا رسمته أطلع من الأمر مثل ما قلنا بالضغط على السكيب. طيب الآن صار عندي خط، بس هذا الخط شو لا طول لا زاوية لا كذا، ما كنت شي بالرسم. مفروض الرسم من أجي أرسم كون يصير عندي أبعاد واضحة، نقطة بداية نقطة نهاية واضحة. هسا من أجي أنفذ الأمر اللاين أجي أقول له نقطة البداية، أجي لشريط المهام أقول له يا بنقطة البداية أبدي لي من 20 مثلا، 20 راح يبدي لي من الركن المربع اللي احنا قسمناه عن 20 20. شوفوا هذا المربع الاول اللي هو 20 20، اوكي هاي نقطة البداية. جيد، نقطة النهاية خلنا اقول له مثلا 40 40 40 40 40. شوفوا رسم لي 40 40، خلنا اقطع حتى تشوفوا هاي 40 40، هذا المربع الثاني. شوفوا هذا المربع الأول، هذا المربع الثاني، وصعد لي مربعين يعني 20 و20 40، صعد 20 و20 40. طيب هاي 40 في 40. طيب لتحديد أي جزء مرسوم عندك يكون عندك بمن بثلاث طرق. أول طريق أنه تجي تنقر نقرة عليه مباشرة، شوفوا تحدد. شلون نعرف تحدد؟ لأن صار بهذا اللون وهاي النقاط اللي هي نقاط التحديد. طيب بعدين نعرف هاي النقاط شو نستفاد منها. شلون احذفه؟ بالضغط على ديليت، اوكي. شلون اتراجع؟ حذفته. شلون اتراجع؟ كنترول زد، اوكي. بس هاي الطريقه عندي، لا اكو طريقه ثانيه اللي هي انقر باي نقطه فارغه، اوكي، نقره واحده باليسرى وارفع صبعي وامشي بالاتجاه منه، بالاتجاه من النقطه الى اليسار الى اليسار. شوفوا عيني من اضغطت بالنقطه ومشيت باليسار طلع لي مربع اخضر، بينما من نفس النقطة وأمشي لليمين تطلع لي أزرق. شنو الفرق بين ذني؟ شنو الفرق بين ذني؟ شوفوا الفرق بسيط. من أجي أنا من النقطة إلى اليسار بمجرد أن أمس للشيء اللي أنا أريد أحدده راح وأنقر نقرة ثانية، مسيت السهاني وأي نقطة أنقر نقرة ثانية تحددن اثنينات. ليش؟ لأن مسيتهن، مسيتهن جزء من عدهن فقط هو كافي لتحديد كل الشيء المرسوم، اوكي. بينما من اجي لا بالعكس، هذا امشي لهنا مسيته قرت ما تحدد. ليش؟ لان هاي الطريقه تطلب من عندي يكون احدد كل الشيء. شوفوا الثاني حددت كله، راسا تغير لونه، بينما الثاني ما تغير لونه الا انا استوعبه كله. شوف ذاك استوعبته وهذا هم استوعبته، طلع اصرت بس هذا الفوق، صار بس هذا الفوق. وكل واحدة استخداماتها راح تشوفون بالممارسة وين تحتاجه. اوكي سأنا حددت ديليت، فهذا اللي انا رسمته صار 20 20. طيب بعد انا حتى ارسم عادة احتاج امور كثيرة من المساعدات بالرسم. بس انا سويت هنا دخلت نقطة بداية ودخلت نقطة نهاية، اظل انا ادخل نقطة بداية نقطة نهاية لعد شنو؟ يقول له اوكي اكو شيء اسمه سناب، شيء اسمه سناب وين موجود؟ هذا جوه موجود. شوفوا سناب هذا انا ما مهشره الان، من اهشره شنو فائده؟ باعوا لي المؤشر هذا، شلون ده ينتقل؟ شلون ده ينتقل؟ الان ده ينتقل بشكل شنو؟ كانما بينما من اجي اقول لابويا السناب مالتك امشي لي
امشي لي 20-20 مثلا، 20-20 يعني كل 20 امشي لي خطوة. شوف من اجي اختار اي امر واجي ارد انفذ، باعول المؤشر شلون دا يمشي، باعول المؤشر شلون دا يمشي. شمشالي 20-20 افقي اذا تريد يتنقل 20-20، بينما العمود هم من يتنقل 20-20. تريد تغير براحتك. عادة يفضل اذا تريد تستخدم سناب، انا ما افضل استخدم السناب، عادة استخدم الاو سناب اللي هسه راح اقول لكم شنو. اوكي، هسه هذا معناها شيء يفيدنا. من اجي ارسم الخط مثلا، ابدي منه، بديت نقطة البداية وعرفته ليش، عرفته انه احداثياته هو 20x و10y. ليش؟ لان هو دا يمشي ل 20-20، هاي نقطة البداية، هاي المربع الاول، هذا المربع الثاني، بالاكس 20 وبالواي مشيت واحدة خطوة واحدة هي 20، فصارت النقطة هي 20-20. احتاجت ادخل البيانات مال النقطة؟ لا ما احتاجت. شوفوا من اريدها فالطولة 30 اقدر امشي الشم خطوة 40، العفو لان انا نطيت 20-20 يمشي، هاي خطوتين معناها 40، يحتاج ادخل طوله بعد، يحتاج ادخل، وهكذا اذا اضرب شيء لفوق، هاي 20 وهاي 20. اوكي، شوفوا هنا المربع اللي خلفيته زرقاء، شنو كاتب لي؟ كاتب لي 40، معناها هذا طوله 40. اوكي شباب، هذا يفيدنا كمساعد للرسم. هنا اخذت اشقد؟ صار 80، اربع خطوات مشيت، وهكذا، هاي 40، هاي 60، هاي 80، هاي 100، وهكذا، يفيدنا بهذا. هذا حقيقه مرات يربك بالرسم، لانه يخليك مضطر انه تمشي على خطوات محسوبه، وهذا قد ينطيك بعض المرونه بالرسم. عاده انا ما استخدم هذا الامر الا بالحالات البدائيه اللي بدايه الرسم، ان اريد ارسم الاطوال بشكل سريع على السريع اقدر استخدم هذا. اوكي شباب، فهذا السناب، انا راح ارفع على السناب، ما اخليه مفعل حتى نمشي براحتنا. طيب، غير السناب شي يفيدني بالرسم؟ هسه انا خلينا احذف ذني، شي يفيدني بالرسم؟ يفيدني الشيء اللي اسمه البولر. البولر هسه انا مفعله، بس ده شوفوا على شريط المهام بولر، وطبعا ده يطلع لك الاختصار مالته F10 ممكن الدخول، واكو بالنسبه للبولر ممكن نروح من قائمه تول طبعا، والدرافتنج درافتنج سيتنج، وممكن بالدرافتنج سيتنج وين درافتنج سيتنج، لان اوامر كثيره غالبا نظل انه مثلا درافتنج سيتنج، هاي درافتنج سيتنج وين تنقر عليه، راح نقدر هنا نشتغل على السناب وعلى الجريد وعلى الصفحه البولر ونحدد السعر، حنعرف شنو نحدد. اوكي شباب، اوكي زين، انا هذا هسه البولر ما مخلي. شوفوا شنو الفرق، من اجي ارسم لاين لا على التعيين، هذا لاين ومشيت، اكو شيء رشدني انا ايش قد الزاويه اللي دا امشي بيها. بولر طبعا تعرفون يعني الاحداثيات القطبيه، يعني هم الزاويه والطول. اوكي، بس انا ما عندي شيء دا يشر لي، ما دا يطلع لي شيء، فقط دا يطلع لي ارقام هيك بالدقه اكون اركز واباوع واكون اوصل. لا، قالوا لي يابا احنا راح نعطيك شيء مساعد اللي هو البولر. نجي للبولر اللي هو هذا، بس افعله، اكو زر بصفه هسه نعرف شنو التفعيل مالته، بس اريد تراويكم شيء يصير من تفعله. باعوا عيني، ايش طلع لي؟ خط اخضر منقط، خط اخضر منقط، اقروا لي الزاويه ايش قد؟ صفر، راح امشي. طلع اخضر منقط، اقروا لي الزاويه ايش قد؟ 15، راح امشي. طلع خط منقط، اقروا لي الزاويه ايش قد؟ 30. ليش؟ لان انا قايل له بالبولر امشي لي 15 15، انطيني اشاره على انه وصلنا الزاويه 15، زاويه 30، زاويه 45، وهكذا. هذا كلش مفيد، بحيث من اجي ارسم اقدر اقول له بزاويه، طبعا تعرفون انتم الزوايا بعكس اقارب الزاويه عكس اقارب الساعه موجبه، وباتجاه اقارب الساعه شبيهه تكون سالبه. طيب، فانا من اقول لك اعطيني زاويه، ارسم لي خط مستقيم بزاويه 30 وطوله 10، امشي هاي 15 هاي 30 طوله ايش قد؟ 10. بمجرد ان اكتب بالكيربورد 10 راح تشوفون المربع اللي ظهره ازرق ايش راح ينكتب به؟ 10. اوكي، انتر، رسم لي خط طوله 10. خلنا اتاكد طوله 10، اجي للدايمنشن واقول له ابوي هاي النقطه وهاي النقطه النهايه مالتك، فمن اجي اشوفه راح اشوفه 10. تمام، اوكي شباب. طيب الان خل احذف الدايمنشن. الان هسه صار عندي معلوم انه اني اقدر اسوي بزاويه معينه ويساعدني البولر، زين، واقدر اتنقل خطوات محسوبه ويساعدني السناب. اوكي، هسه الاورثو شنو؟ الاورثو شنو معنى الاورثو اللي هو هذا؟ دشوفوه اورثو اللي هو مختصر، نقدر ندخل عليه بالF8
او من خلال طبعا هذا الشريط الموجود او من كتابة حتى الامر اورثو. هنا اذا اكتب اورثو من خلال شريط الاوامر واقول له اورثو راح يفعل لي اون اوف، يسألني اون اوف اقول له اون، اقول له اون اون تفعل. تشوفون تفعل من فعلته من سطر الاوامر. اوكي شباب، او مباشره منا ندخل عليه. شي يفيدني هذا؟ لا تلاحظون هسه من ارسم اللاين لا على التعيين في سمة لاين، شوفوا لي شلون راح يمشي. بعد ما يمشي زوايا يمشي قبل، لان انت قايل له اورثو يعني معناه متعامد، يمشي بس متعامد. هذا يفيدنا برسم الاشياء اللي هن منتظمه واللي هي باطوال معلومه. اوكي شباب، شوفوا ما يمشي لي بعد، ما يمشي لي ابدا بزاويه الا انه اني اغير بالزوايا باوامر اخرى مساعده. اوكي شباب، شوفوا كله يمشي خطوط عموديه. اوكي شباب، بالمناسبه من نرسم اي شيء ننقر نقره، النقره الثانيه يمثل جزء واحده مستقل. شوفوا جزء واحده بين النقرتين يمثل جزء مستقل. اوكي شباب، من نجي نحذف معناه هذا كله جزء مستقل. بعدين من ناخذ الخط المتعدد راح تعرفون انه الخط المتعدد كله يعتبر خط واحد. يعني هسه رسمت انا بالخط الاعتيادي هذا الشكل، يكون اضطر جزء جزء او احدده كله واجي اقول له يابا ديليت وحده واحده. اوكي شباب، حتى نقدر نخلص من الاو سناب. شنو هذا؟ طبعا من الاوامر المساعده للرسم، كل جدا جدا مهم ومفيد. شنو معنى؟ شوفوا شباب، انا هسه راح اوخر الاون سناب. انا شفت استفاد منه قبل شويه، انتم ما تدرون. هسه راح اقول لكم شنو القضيه. مثلا هذا رسم اللاين، هذا اللاين رسمت، اجيت خلنا اوخر هذا الاورثو حتى ارسم براحتي. اوكي، هسه اذا نرسم الخط، اجى واحد قال لي بلا زحمه ارسم لي خط بدايه احنا ويصير بدايه هذا الخط، واريد يصير بنص هذا الخط. يعني اجى الخط منه الى منتصف هذا الخط الثاني. زين، انا من اجي هذا اول نقطه، شلون هاي وينها؟ اول اظل اني اكبر بشي بحيث الدقه، لو كنا اعرف احداثيات هسه نقدر نحذف من خلال البروبرتيز وادخل الاحداثيات، هاي طويله. اللي يحدد لي ذني النقاط بحيث ممكن المؤشر يأشر لك انه وصلت بداية خط، نهاية خط، منتصف خط، خط متعامد، خط بزاوية، خوش عمودي. منو هذا؟ هو الاون سناب، او سناب، او سناب. نقدر نروح له بالاف 3 الاو سناب، وممكن نروح من قائمة التول نفسها والدرافتنج سيتنج مثل ما قلنا، او حتى بالشيفت ورايت كليك. شوف من دوس شيفت ورايت كليك ممكن ان تطلع لنا القائمه مال او سناب. زين، شنو هاي القائمه؟ نجي للاو سناب ننقر عليه راح نشوف هاي، او نروح نطلعها كلها اللي هي طلعناها قبل شوي. شوف شو يقول لك؟ يقول لك انت شو تريدني ابين لك؟ شو تريدني؟ تريدني نقاط منتصف الخطوط، يعني الـ احنا نسميها الاوبجكت، يعني سواء خط او مستطيل او دائره. تريد النهايه مالتها، تريد منتصفها، تريد السنتر مالتها، هاي السنتر تفيدنا بيه من بالدوائر. تريد الجيومتريك سنتر اذا عندي رسم متعدد، اريد السنتر مالته، تريد في نقطه معينه، تريد ربعه، تريد نقاط تقاطع، تريد الامتداد، وهكذا العمود. يعني دائما نستفاد من الميد بوينت، هاي الميد بوينت نأشرها، ونستفاد من البيربنديكولار اللي هو العمودي نستفاد من عندها، وبعد نستفاد من الاند بوينت، وبعد ممكن ان نستفاد من شنو؟ السنتر ايضا مهم نحدده. وبعدين من ناخذ الدوائر راح نحدد التانجنت المماس. اوكي شباب، ونقول له اوكي. من قلت له اوكي، احنا شوفوا هسه من اتعدى، من اجي ارسم مثلا اي رسم، بس هسه احنا باعتبار بدنا ناخذ اللاين. من اجي هنا رسم، شوف ايش راح يطلع. احنا حددناه ما فعلناه، شوفوا طلعت نقطة البداية. اقرأ لي، اقروا اند بوينت، هاي نقطة النهاية، هاي النقطة مات الأول. شو يقول لي؟ يقول لي هو الاند بوينت مال من؟ مال هذا. يعني ممكن أقول هذا أريد منه الخط وأجي لهنا، شوفوا هنا ايش طلع لي؟ اقروا ميد بوينت مال هذا
الخط هذا الخط باعوله. شوفوا من حقت له، قلت له من اوصل للميد طلع لي علامه، طلع لي علامه وصلت للميد بس اقول له، هو بعد عرف انه انا اريد الميد. اوكي، فصار من بدايه هذا الخط للميد مال هذا. بس قبل شويه من شنت ارسم الخط ما قدرت، حقيقه ما قدرت لان صعب جدا هذا الامر. اوكي شباب، فصار عندنا معلوم شنو معنى اللاين، طرق ثلاثه، البولر، الاورثو، السناب والاو سناب، لاني جدا تحتاجوهن كمساعدات، وناخذ البقيه ان شاء الله بمرور الوقت. هسه قبل لا نروح الى امر اخر، يعني ننهي هذا الكليب نروح لامر اخر. هذا هسه انا حددته واريد هذا اللاين اللي انا سويته ممكن انا ازحفه شويه، يعني انقله من مكان لمكان. هذه اوامر التعديل، اوامر التعديل بالموديفاي، راح اعطيكم ويا كل وحده شويه تطبيق للموديفاي تستفادون منها. من اروح للموف، شوفوا هذا الموف فوق، وقلنا اما منا او من قائمه موديفاي اللي هي هاي، نختار منه، نختار الموف، هذا الموف. اوكي، او هذا الامر مباشره من البانل، او من خلال منه، من خلال سطر الاوامر نكتب المختصر مالته، واللي هو اكيد المختصر مالته هو الحرف ام. شوف من انقره اختاره، يقول لي اختار لي من اللي تريد تنقره، من هو يا اوبجكت يا موضوع، كل جزء مرسوم يسماه اوبجكت، يا به هذا بعد، لا بس هذا، دوس انتر خلاص. شو يقول لك؟ يقول لك انت الان شو تريد؟ تريد تنقل على ديسبليسمنت معينه، لو من نقطة معينة، لا أريد من نقطة معينة أنقل من هذا. شوف المواشيش راح يسوي، راح يزحف للمكان اللي تريده، أو أنت تكتب المسافة اللي تريدها، شقد تريد تنقله من يا مكان، أريد أنقله من هاي النقطة، أريد أخليه هنا بداية. شوفوا اختلف لو ما اختلف عندنا، اختلف. هسا فهمنا شنو معنى الموف؟ الموف أن ننقل الأوبجكت مالتنا من موضع إلى موضع آخر. أوكي، من خلال يا أمر الموف اللي هو تابع علما للموديفاي. أوكي شباب، شكرا لكم، ونكمل إن شاء الله بالكليب الثاني، ونسألكم الدعاء.